خليني احنا اطمن على العلاقه بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ. ده هتبقى علاقة وطيدة جدا عايز اعرف جدا طبعا، ده هتبقى علاقة يعني فيها توأمة شديدة جدا، لأنك أنت النهاردة ما بيبقى عندك قانون بتحوله لمجلس الشيوخ، هيبقى فيه بيننا وبين بعض، حتى اللجان هيبقى فيه بيننا وبين بعض نقاشات واسعة، وأنا النهاردة متقدمة بقانون ووصل لمجلس الشيوخ، أنا هروح أتناقش معاهم فيه وأشوف وجهة النظر، أشوف الإضافات اللي هم هيضيفوها عليه، إيه رؤيتهم في الموضوع بشكل متخصص. لا طبعا هتبقى، انا اعتقد انها هتبقى علاقة تكاملية بشكل واضح جدا يعني. واحنا متفائلين جدا جدا. وبعدين انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، كان بيرهقنا جدا جدا ان احنا بنشتغل ساعات طويله جدا جدا عشان يخرج القانون بالشكل اللي كان خارج، لكن لما يجي لنا بشكل متراجع مدروس ومتنقح مدروس طبعا وشايف هيبقى الناس تكنوقراط ادي مش حاجه. مستعجلين. تاني حاجه، احنا كنا برضو يعني انا مش عارفه ازاي يعني، بس ان انا يعني اقولها، بس خلي بالك ان احنا لما كنا بنودي القوانين لمجلس الدوله، دي كانت فيها مخالفه دستوريه يعني، لازم يبقى في مبدا في الدستور الفصل بين السلطات. السلطات القضائية النهارده والتشريعية. طبعا، وبالتالي النهارده مجلس الشيوخ هيتم مراجعته بالشكل اللي ما يخلينيش الجا تاني لمجلس الدوله، صحيح صحيح، وده يعني ده وده مهم ده جدا. رافض صحيح.